خلوني أنتقل بيكم إلى الخبر التالي. يمكن إحنا ما هو مداخلة مبنية على يعني ولا إيه يا جماعة مش كده؟ طيب وإحنا قاعدين عمالين بنتكلم على، أنا آسف قلت خبر تاني، هو نفس الخبر، وإحنا قاعدين بنتكلم على نفس ذات الزيارة، مهم جدا إن إحنا نحاول قدر الإمكان برضو نطلع على زي ما يقولوا كده إيه إنسايتس في اللقاءات اللي حصلت ما بين القيادتين ونعرف إيه اللي جرى. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج وأيضا هو نائب رئيس الجالية المصرية في الكويت السابق. أهلا بيك يا أستاذ علاء. مساء الخير استاذ يوسف، على ازاي حضرتك الصحة؟ مساء النور، ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم. خليني يمكن هسألك على أهمية الزيارة، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت واستقبال الرئيس بهذا الشكل وبهذا الحجم الرائع الحقيقة، يليق به ويليق بمصر ويليق بالكويت. اولا خليني احييك استاذ يوسف وأسرة البرنامج الحقيقة على التغطية اللي انتوا عملتها لنا النهارده على زيارة فخامة الرئيس. الحقيقة النهاردة زيارة تاريخية، ولقاء فخامة الرئيس أو زيارته للكويت بتبقى محل تقدير من القيادة السياسية في دولة الكويت. النهاردة الاستقبال وحرارة الاستقبال غطت على كل شيء. كان الحدث الأهم في الكويت النهاردة هو زيارة فخامة الرئيس، وعايز أقول لحضرتك أن المجتمع الكويتي النهاردة مش بس عن الجالية اللي ممكن نتكلم فيها بعد شوية، لكن حتى الاستقبال الغير عادي لفخامة الرئيس من المجتمع الكويتي استقبال مختلف. وأنا عايز ألفت نظر حضرتك واستفيد بمساحة الحرية أرجوك اللي في برنامجك، وأقول لحضرتك إن النهاردة اللقاء النهاردة مختلف عن زيارة النهاردة مختلف عن أي زيارة سابقة لفخامة الرئيس. أقول لحضرتك الأسباب. يا ريت. لأن ابتدت قناعات مش بس لدى الشعب المصري ولدى ابناء الجاليه، لدى كمان اخواننا العرب والخليجيين والكويتيين بشكل خاص بهذا الرجل، بما يحدث في مصر من انجازات بكل ما يدور. يعني استشعرنا واستشعر الاشقاء في الكويت ان هذا ليس يعني زعيما عاديا، هذا رجل غير عادي. واحنا كمان كابناء الجاليه الحقيقه كنا اكثر من السعاده، كنا نتمنى نلقاه. احنا الزياره دي بنسميها زياره يعني انجاز التعبير السند والظهر. استشعرنا ان الرئيس كما لو كان بيزورنا فردا فردا كجاليه في 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 بيوتنا. زياره طبطبه الكويت وفتره كورونا زي ما حضرتك عارف، وزي ما كل الدول كانت قافله، والجاليه الحقيقه يعني فتره طويله الحقيقه كانت يعني بدون سفر، واستشعار الغربه كان كبير قوي. الزياره دي جت في ميعادها. صحيح ان الزياره ليها اهداف سياسيه ولم الشمل العربي كما اعلن، وليها اغراض يعني رئيسيه، الا اننا استشعرنا ان وجود الرئيس النهارده بيطبطب على كل واحد في العلم. ما فيش شك ان العلاقات المصريه الكويتيه هي علاقات متينه وراسخه. وعايز اقول لك استاذ يوسف، قول يا فندم، ان هو لم يثبت في على مر العصور، لم يثبت التاريخ ان القياده السياسيه في دوله الكويت كانت في منأى عن قضايا العرب ولا حتى عن مسانده القضيه المصريه. دائما وابدا القياده السياسيه في الكويت قياده معتدله، قياده تناصر القضايا العربيه، تؤيد القرارات الجماعيه ولا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول. موقف القياده السياسيه من مصر على مدى العصور هي موقف مشرف في حرب 67 وفي 73، ودائما نقول امتزجت يعني دماء الكويتيين والمصريين، وكان موقف لمصر في غزو العراق للكويت الى اخره، بنقول الكلام ده. لكن يبدو ان الموضوع اعمق من هذا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع علاقات راسخه، الموضوع تواجد مش بس اتفاق في الرؤى في المشكلات السياسيه اللي بتواجه الامه العربيه، لا كمان ده يعني تعاضد وتحالف كبير من الدوله الكويتيه في مصر. واحنا بنشوف النهارده المشروعات الاستثماريه الاستراتيجيه وتواجد الصندوق الكويتي والدعم اللي في اشكال الاقتصاد المختلفه في المشروعات الاقتصاديه، في المشروعات التنمويه. احنا النهارده عندنا الصندوق الكويتي الحقيقه
بيعتبر ان مصر واحده من اكبر الدول اللي بيساهم فيها في برامج تنمويه، فده شيء طبعا بيرجع لثقه الصندوق الكويتي في القياده المصريه، ثقتهم في مصر، احساسهم بان مصر هي الدوله التي تستحق كل هذا. فالحقيقه كان النهارده وجود فخامه الرئيس شيء بنسعد به جميعا، مش بس كجاليه لكن كل الاهل والاشقاء في دوله الكويت. والله ده كان شيء رائع، التعليق ده بالذات حلو جدا، مساله انه الرئيس وجوده في الكويت كان دائما وكانه جاي يطمن على المصريين الموجودين هناك، مش يطمن علشان في لا قدر الله حاجه كده ولا كده، بس هي المساله بتاعت الوجود، الرعايه، دي حاجه حلوه. طيب خلونا اولا نشكر اولا استاذ علاء سليم الامين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجاليه المصريه في الكويت السابق.